مجلس الوزراء قابلتهم وتحدثنا عن الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر. أكثر من 1300 شخص قتلوا في إسرائيل، بما في ذلك 32 من المواطنين الأمريكيين، عشرات الأبرياء من الرضع حتى المسنين، إسرائيليون أمريكيون أخذوا رهائن. واجتمعت مع عائلات من أولئك الذين أخذتهم حماس كرهائن، وكرئيس ليس لدي أولوية أكثر من سلامة الأمريكيين الرهائن. ما فعلته حماس كان شرا مطلقا، ولكن الشعب اليهودي يعرف أكثر من أي شعب آخر أنه لا يوجد حدود لشر الناس الذين يريدون أن يلحقوا الأذى. رأيت أناس أقوياء وغاضبين وفي صدمة وفي ألم عميق. أيضا تحدثت مع الرئيس عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وقلت له إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بكرامة الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير له، ومثل آخرين كنت أشعر بالألم نتيجة للفلسطينيين الذين قتلوا في المستشفى في غزة، وإسرائيل لم تكن مسؤولة عن ذلك. لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين كانت هناك مأساة لحقت بشعب أوكرانيا أيضا، أناس لحق بهم الألم والأذى منذ أن قام بوتين بغزوه. لا يجب أن ننسى القبور الجماعية والجثث التي وجدت والانتهاكات التي قام بها الروس ضد آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين سرقوا من آبائهم وأمهاتهم. حماس أيضا أظهرت هذا الشيء المشترك، الطرفان يريدان إبادة ديمقراطية مجاورة. حماس هدفها ووجودها هو دمار إسرائيل وقتل الشعب اليهودي. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تأخذ الأطفال والأبرياء الفلسطينيين كدروع بشرية. في نفس الوقت بوتين ينكر أن أوكرانيا كانت دولة في أي وقت. قبل أسبوعين قال للعالم أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضا، فإن الدعم العسكري لأوكرانيا سيكون أمامه أسبوع واحد فقط. لن ننسحب، وأعرف أن هذه النزاعات بعيدة، والإنسان يتساءل لماذا هذا مهم لأمريكا. أريد هذا مهم بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. عندما لا يدفع الدكتاتوريين ثمنا لعدوانهم، فإن هذا يسبب المزيد من الفوضى والدمار، والتكلفة لأمريكا ستستمر في الارتفاع. لو لم نوقف شهية بوتين للسيطرة، فإنه لن يقتصر على أوكرانيا فقط. هو يريد أن يذكر بولندا بأن الأراضي الغربية لبولندا كانت هدية من روسيا. أيضا أطلق اسم مقاطعات روسية على عدة دول في بحر البلطيق. ل75 سنة كان هناك سلام في أوروبا، وكان هذا هو عماد الأمن الأمريكي. سيكون هناك شيء لا نسعى إليه. نحن لم نسعى لأن تكون هناك قوات أمريكية تحارب ضد روسيا. وبالإضافة إلى أوروبا، ربما أهم خصوم لنا يراقبون ردنا في أوكرانيا. وإذا انتعدنا وتركنا بوتين يقضي على استقلال أوكرانيا، فإنه سيصبح أكثر جسارة، والفوضى والنزاعات ستنتشر في مناطق أخرى في العالم، في المحيط الهادي وفي الشرق الأوسط، خاصة الشرق الأوسط. إيران تدعم روسيا في أوكرانيا،
وتدعم حماس مجموعة إرهابية أخرى في المنطقة، وسنستمر في محاسبتهم. الولايات المتحدة وشركاؤنا في المنطقة يعملون لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط، مستقبل فيه الشرق الأوسط أكثر استقراراً واتصالاً بالجيران، وأيضا فيه مشاريع مثل مشروع الهند والشرق الأوسط أو الممر من الهند الشرق الأوسط إلى أوروبا. هناك سيكون توظيف أكثر وأسواق أكثر، وهذا يعود بالفائدة على شعوب الشرق الأوسط وعلينا نحن. القيادة الأمريكية هي التي تعمل على تماسك العالم، والتحالفات الأمريكية هي التي تحافظ على سلامتنا. ولكن إذا ابتعدنا أو انسحبنا من أوكرانيا وأدرنا الظهر لإسرائيل فإن الأمر لا يستحق. لذلك غدا سأرسل إلى الكونغرس طلب ميزانية عاجلة لتمويل ودعم شركائنا الحيويين بما فيهم إسرائيل وأوكرانيا، وهذا استثمار ذكي سيعود بالفائدة في مجال الأمن القومي الأمريكي لأجيال قادمة، ويساعدنا على إبعاد الأذى عن قواتنا وبناء عالم أفضل وأكثر ازدهارا. أيضا سيكون هذا مهما لأطفالنا وأحفادنا في إسرائيل. نريد التأكد أن لديهم ما يحتاجونه للدفاع عن شعبهم اليوم ودائما. الحزمة الأمنية التي سأرسلها إلى الكونغرس هي غير مسبوقة، والتزام بأمن إسرائيل، وسوف تعزز التفوق النوعي الإسرائيلي الذي نلتزم به. وسنتأكد أن القبة الحديدية تستمر في حماية سماوات إسرائيل، وأن اللاعبين المعادين في المنطقة يعرفون أن إسرائيل أكثر قوة، وأن هذا سيمنع من توسع النزاع. نتنياهو وأنا ناقشنا بالأمس الحاجة الملحة لإسرائيل كي تلتزم بقواعد الحرب، بمعنى حماية المدنيين في أماكن الحروب قدر الإمكان. شعب غزة يحتاج إلى الطعام والماء والدواء. وبالأمس وفي مناقشات مع قادة إسرائيل ومصر، أنا توصلت إلى اتفاق أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. حماس عليها ألا تقوم بتحويل أو سرقة هذه الشحنات، وسوف يكون هناك استمرارية في توصيل المعدات الإغاثة الإنسانية إلى الفلسطينيين. أقول لإسرائيل رغم صعوبة هذا، لا يمكن أن نتخلى عن الأمل في السلام. الشعب الفلسطيني يحتاج أن يعيش بسلام وكرامة، وهنا دعونا نكون أمناء مع أنفسنا. هناك زيادة في مشاعر الكراهية والعداء، وهذه تكثفت في أعقاب الأحداث الأخيرة والهجمات التي صدمتنا وكسرت قلوبنا. في 7 أكتوبر الهجمات الإرهابية أدت إلى ندوب وبعث للذاكرة المريرة لدى اليهود أو الشعب اليهودي. الناس كانوا يعيشون حياتهم العادية، والعرب في أمريكا والفلسطينيون في أمريكا أيضا شعروا بالغضب وقالوا لأنفسهم: ها نحن نمر من جديد بمرحلة كراهية الإسلام. وفي الأسبوع الماضي أم طعنت، وطفل صغير هنا في الولايات المتحدة أصبح عمره 6 سنوات قتل في شيكاغو. اسمه كان وديع، فلسطيني أمريكي فخور. لا يمكن أن نقف على الحياد، علينا أن نستنكر هذا كما نستنكر معاداة السامية. علينا أن نستنكر الكراهية للإسلام. أريد منكم أن تعرفوا أنني أراكم، أنتم تنتمون إلى هذه البلاد، أنتم جميعا أمريكيون. هذه لحظة أو في اللحظات مثل هذه عندما يكون هناك شكوك وغضب، علينا أن نعمل جاهدين للتمسك بالقيم التي تحدد ماهيتنا. نحن أمة
حرية دينية وحرية تعبير، ولدينا الحق في النقاش وفي الاختلاف بدون استهداف المدارس أو أماكن العذابة. علينا أن ننبذ العنف وأن نرى بعضنا البعض ليس كأعداء وإنما كمواطنين أمريكيين. بالأمس أنا قلت عندما مرت أمريكا بجحيم 11 من سبتمبر ذهبنا وحصلنا على العدالة. لا أريد من حكومة إسرائيل أن يعميها الغضب. هنا في أمريكا لا يجب أن ننسى من نحن. نحن نرفض كل أشكال الكراهية سواء كانت ضد المسلمين اليهود أو أي طرف. هذه أو هذا ما تفعله الأمة العظيمة، ونحن أمة عظيمة. في أوكرانيا أنا طلبت من الكونغرس التأكد من استمرارنا في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا التي تستخدمها في الدفاع عن نفسها حتى توقف أوكرانيا وحشية بوتين. عندما غزا بوتين أوكرانيا اعتقد أنه سيحتل كييف وكل أوكرانيا خلال أيام، ولكن بعد سنة بوتين فشل وهو يستمر في الفشل. أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها القوات الروسية، وذلك بقيادة 50 دولة كلها دعمت كييف. ماذا كان سيحدث لو ابتعدنا وتخلينا عن أوكرانيا؟ بوتين كان يمكن أو لجأ إلى إيران وكوريا الشمالية لشراء مسيرات يستخدمها في حربه في أوكرانيا. أنا قلت أنا لن أرسل قوات أمريكية للحرب في أوكرانيا. كل ما تطلبه أوكرانيا المساعدة، الأسلحة، الذخائر، القدرات من أجل طرد القوات الروسية من أراضيها، وأنظمة الدفاع تسقط الصواريخ الروسية قبل أن تدمر المدن الأوكرانية. دعوني أكون واضحا، أرسلنا معدات إلى أوكرانيا، معدات كانت تجلس في مستودعاتنا. أيضا الأموال من الكونغرس استعملناها في تجديد المعدات التي سحبت من مستودعاتنا. صواريخ باتريوت تصنع في أريزونا، قنابل أو ذخائر المدفعية تصنع هنا أيضا، والكثير. كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية، الأمريكيون يبنون ترسانة الديمقراطية ويخدمون قضية الحرية. دعوني أنهي بالتالي: في أوائل هذا العام اشترينا أو أرسلت أو ركبت الطائرة الرئاسية وتوجهت إلى أوكرانيا للوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في الذكرى الأولى للغزو الروسي. قيل لي أننا سندخل منطقة لا يسيطر عليها الجيش الأمريكي. كان معي عدد صغير من المستشارين. عندما هبطت من الطائرة والتقيت بالرئيس زيلينسكي لم أشعر أنني وحيد. كانت معي فكرة أمريكا ووعد أمريكا إلى الشعب الذي يكافح من أجل ما كنا نكافح من أجله من 250 سنة: الحرية وتقرير المصير. وعندما مشيت في شوارع كييف سمعنا صوت الإنذار عن بعد. شعرت بشيء وهو أنني أكثر قوة من أي وقت مضى. أمريكا نبراس العالم، لا تزال نبراسا للعالم. صديقتي مادلين أوبرايت قالت: نحن أمة لا يمكن الاستغناء عنها. العالم لديه الأمل نتيجة لنا أو بسببنا، وهم ينتظروننا. الوقت مهم جدا. أعرف أن هناك انقسامات تعصف بنا في البلاد، ولكن لا يمكن أن نكون سلبيين. علينا أن نطلع بمسؤولياتنا كأمة عظيمة. لا يمكن أن نسمح لمنظمة إرهابية مثل حماس أو طاغية مثل بوتين أن يفوزوا. لا يمكن أن نسمح بذلك. في لحظات مثل هذه يجب أن نتذكر من نحن. نحن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد شيء يتجاوز قدراتنا إذا فعلناها سويا.